مرحبا جميعا، يعطيكم العافية. اليوم فيديو جديد من سلسلة أبسطها لك في دقيقة هندسية. اليوم راح نحكي عن موضوع كتير مهم، موضوع الكل بيتعرض له، هو انه ايش مراحل التصميم المر فيها البروجكت from A to Z، من لما يبلش البروجكت لحد ما يتم تسليم هذا البروجكت بمراحله كلها، سواء الابيض منها او الاسود، المنيح منها او العاطل، الخوازيق اللي بتاكلها وانت قاعد تشتغل، سواء كنت كلاينت او كنت مهندس او كنت حدا وسيط بهذا البروجكت. خلينا نشوف ايش اللي بصير معنا في البروجكت. مرحبا جميعا، انا جاسم مصطفى، مهندس معماري، بشتغل في مجال التصميم والاستشارات الهندسيه. اليوم بدنا نحكي عن موضوع التصميم، كيف يمشي البروجكت from A to Z. هلا المهم انه بعد هيك تبدا عمليه خلينا احكي الكونسبت ديزاين، اللي هي لو كان البروجكت مر مرحله البري كونسبت ديزاين قبل عمليه العطاء، فلازم الكونسبت ديزاين تكون عمليه تطوير على البري كونسبت، بعدين تسلم للكلاينت، بيتم عمليه الموافقه عليها او اعطاء كومنتس عليها، بتتخذ الاجراءات بتحقيق هذه الكومنتس، بعدين ننتقل للمرحله اللي بعد واللي نحن بنسميها البريليمينري ديزاين. طبعا قبل البريليمينري في ناس تحكي لك في سكيماتيك ديزاين، في ناس تحكي لك في كونسبتشوال ديزاين، في ناس تحكي لك تنتينهم مرحله واحده. المهم خلصنا من هاي الستيج، طلعنا بعديها على مرحله البريليمينري ديزاين. بعد البريليمينري ديزاين ممكن تبدا عمليه الحصول على الموافقات المبدئيه. طبعا بعد الموافقه على البريليمينري ديزاين بعديها ثبت البروجكت ما راح يصير عليها التغيير الجوهري، فبتتم عمليه الموافقات المبدئيه. في بعض الناس او بلدان تسميها موافقات مبدئيه، في ناس تسميها دي سي 1، وقت في اسماء مختلفه لهذه المرحله. بعد عمليه البريليمينري ديزاين وافق عليها، اللي هي فيها خلينا احكي المخططات من بلان سكشنز اليفيشنز الى اخره. طبعا الخدمات بتكون برضه عملت اتس اون بريليمينري ديزاين.